هلا يا جماعة، اليوم أجل عندي محمود مكي. شو ما فاتحنا؟ والله شو فاتح؟ بتعرف شيء؟ لا كنت ما بعرف تحكي مع البنات من عندك. يا جماعة واحد مأمن محمود أبدا، فتح الكمبيوتر تركه، فتح لي الواتساب من الكمبيوتر، ما أدري مع مين بعد. أنا جرب بمزح، ما كان في شيء، بس كنت عم بسوي هاد، بنزل الموسيقى. كون نزلت الفايل. لا هي شري. من وين بيطلع الصوت؟ السبيكر. ليش هيك واطي كثير؟ شو بدك انت علي؟ انا قلي قلي. يا جماعة التعن حظ ام الكاميرا كله بسبب الاوف موسيقى. اعطينا الموسيقى عليه، اعطينا غناء عليه. هلا او بديت؟ يلا. خلونا نبلش بالفيديو كليب، فيديو كليب من تعليقات المحبين. اول لايك، اول كومنت، اول سبسكرايب، هدول التعليقات من تعليقات معجبين. يلا ولد يتيم عاش كريم مات عظيم، اخي محمود كنت ولا زلت واستأضل مشترك في قناتك مستمر بميت. انا انت سوري وشوف ردة فعلهم، عن جد لازم نتعلم انه لايك. خلينا نوصل اكبر عدد. والله هذا كله بالاخير كله تعليقات على فكرة، هدول كلهم تعليقات من الاول الغنية لاخر الغنية. سؤال، نهايتها شو بتخلص؟ ما في نهاية هسه حد الآن. أوكي، ما حطينا إنه نظبط النهاية. شو أنت بدك نلاقي جملة؟ شو نسميها النهاية؟ يا فخمين يا كنا معك يا كنا معك يا فخمين يا تعليقات. هلا بدك تنقي جملة أنت، هي الجملة يكون تعليق. هيك أقعد أغني؟ هلا أنت بفضل ما تقعد وموقف. ليش تقعد؟ بطلع صوت أحلى؟ لا على الواقف تسجيل. قوم يعني أطيب لك بيجي بيجي هيك أحلى لك. قوم هيك ما صارت الكاميرا؟ ما عم صير. طيب جاهز؟ إذا هل بعد يكون مثلا شبر على المايك خليه شبر. تمام. شبر. تمام. شبر. أوعى عندك طبعاً. حاول لا تلمس أي شيء بالمايك ولا حتى الستاند. فحاول قدر الإمكان ما تلمس الستاند. هيك؟ لا تلمسه. تمام. لا تلمسه. تمام. أوكي. أشكن. الأبواب السبعة. خلينا نبلش بالفيديو كليب، فيديو كليب من تعليقات المحبين. أول لايك، أول كومنت، أول سبسكرايب، هدول التعليقات من تعليقات المعجبين. يلا حمود كنت ولا زلت أضل مشترك بقناتك مستمر بمتابعتك رغم تجاهلك لتعليقاتي. يا محمودي حلو الفيديو، حبيت القناة، شو ما في ترحيب، أنا جديدة بحبك كتير مهضومين، بتجنن وبحبكم كتير يا مبدعين. شو محمود قل دائما في بالي، هلا والله حي الله، ايه والله لعيونك يا الغالي، هالرقبة سدادة يا الله، عندك التمثيل 100%، بضحك ما شاء الله يا ما تبلع الشخصية. أول مرة تعليقي بيظهر، شكرا شكرا محمود فرحتني كثير، الله يفرحك شكرا. الله عليك شو خفيف كريم عاش كريم مات عظيم، أخي محمود كنت ولا زلت أضل مشتاق. مو لأنه عمر اللي سجله، بس أقسم بالله هذا الإنسان ما في منه، مو لانه سجل لي اياها انا بشكل والله انه كفو. لا لا يعني هيك مجال لا تاخذي ثواني احكي لك شغله. مو هيك يعني، شو لكم انه في عنده صبر، صبر صبر كثير حلو. صبر هو اذا مش بحب هذا، طول ما انه ماشيين بالشارع بياكل صارت عنا بسم الله تعالى بلوه، وكل ما اكل ما بيشبع. حط التليفون هيك. انت زلمه ما عم تعطيني اكل. سجل صور صوره للفيديو. صام اثنين، صام ثلاثه، اشكر. Oh.
خاف خلاص. هاي اخذنا صوره مثل ما شفتوا نحجم ناخذ صوره. يا جماعه مثل ما شفتوا عبغني تعليقات يعني تعليقات متابعين فمتابعين بقول انه ما بتقولوا تعليقات ما بتقولوا تعليقات انا بدي اياها اغنيه وتعبت عليها وروح سجلت مشان اقرا تعليقاتكم. شوفوا ايش قد نبيل وكبير كيوت كيوت ما بشرح لكم. يلا قولوا شو لازم نشوفكم. خليكي خليكي جنن ترى عندي في قطف سياره محمود حبيبتي طلع هرب طلعوا محمود وعبي عبي عبي اعتدى على القطط. طلع الحين محمود عبي اعتدى فكرة فكرة على خفيف شو قوشه.